بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة اليوم. حلقة اليوم إن شاء الله هي سهلة جدا، تقدر تعمليها بالعشاء وتكون مريحة جدا. ما عندكش ما تطبخي، بتطلعي الدجاج المسحب ما فيش فيه عظم من الفريزر وبتحطيه بطنجرة وبتسلقيه، وبعد ما يتم سلقه بتفتفتيه هيك بطريقة صغيرة. وبعدين احنا عندنا هنا مجموعة الخضروات المشكلة. عندي هذه هنا سلري او بسموه كرفس، بتقطعيه ناعم صغير. وعندنا هون جزر مبشور ناعم بالمبشرة، بتبشريه بتسلقيه وبتبشريه، بس انا برشته ناعم بالمبشرة. وعندي هون فلفل الوان احمر، بتقدر تختاري الاورنج الجرين اليالو اللي بتحبيه، الكالرز اللي بتحبيها. بنضيف هذه هون، هذه برضو كمان بتعمليها زي سلطة، سندويشات قصدي او سلطة. بتجيب الخبز البرجر وبتحطيه معه، وبتعملها سندويشات. عندي هنا خليط الدريسنج تبعها، الصلصة عبارة عن مايونيز وليمون وملح وفلفل، والليمون بتحطيه حسب الرغبة، وطبعا والفلفل حسب الرغبة. وفقط هيك السلطة صارت عندنا جاهزة. زي ما قلت لك بتجيب الخبزة وبتعملها سندويشات لأولادك، أو تأكلها بتأكلها هيك يعني سلطة. إذا أنت عاملة دايت تقدر تستغنى عن المايونيز، أو بتجيب المايونيز تبع الفات فري، أو إذا بدك تستغني عليه بس بتحطي ملح وليمون وزيت وبتأكليها سلطة وخلص. هذه للدايت كمان بتنفع، وبتنفع أي وقت حبيتي تتعشي عشاء خفيف انت ولادك، بتعمليها بتاكلوها بالليل وبالصحة والراحة. اتمنى تنال اعجابكم، ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.